في ناس كل فكرتهم عن البطاطس يا اما بيحمروها يا اما بيطبخوها. لا النهارده انا جايه لكم وصفه كده هندلع بيها البطاطس. الوصفه دي من الوصفات التوب بالنسبه لي. انا جبت كيلو من البطاطس وقطعتها زي ما انتم شايفين كده وغسلتها، وبعدين جبت حله كان فيها ميه مغليه وحطيت فيها البطاطس وزودت شويه ملح، وبعدين قلبت البطاطس مع الميه مع الملح كده عشان البطاطس تتملح شويه. بعدين هسيبها على النار لغايه ما تستوي تلات ارباع تسوية. انا مش عايزاها تستوي سوى كامل. في الوقت ده احنا مش هنضيع وقت طبعا، حطيتها على العين التانية وجبت الطاسة وحطيت فيها ميكس بين زيت وسمنة. انا بحب دايما الميكس ده في اغلب اكلاتي يعني. وبعدين هنا انا كنت مقطعة بصلاية كبيرة، زودوا البصل على قد ما تقدروا علشان بجد يعني بيفرق كتير في الطعم. قلبت البصل كويس كده لغاية ما اخد لون ذهبي، ما تخلوش لون البصلة يغمق شوية معاكم عشان برضو الوصفة تبقى خفيفة. بعدين هنا انا كنت مقطعة صدور فراخ قطع صغيرة خالص. طبعا ضيفوا الكمية اللي تعجبكم، اقل كمية من الفراخ هتنفع للوصفة بتاعتنا النهاردة. وبعدين ضفت شوية ملح وفلفل وملعقة صغيرة من خلطة البهارات العربية اللي انا لسه عاملها معاكم قريب. هقلب الحاجات الجميلة دي مع بعض، وعايزة اقولكم في الوقت ده انتوا تشموا ريحة رائعة، ريحة التوابل مع الفراخ بتبقى جبارة بصراحة. بقلبهم شوية حلوين كده وانا بحاول افكك الاعصاب يعني، متخلوش يبقى ماسك في بعضه كده. وبعدين ضفت شوية من الفلفل الالوان، لو مش حابين تضيفوا فلفل خالص مفيش اي مشكلة. عايزة اقولكم برضو ممكن تستبدلوا الفراخ دي بلحمة مفرومة يعني حسب ما انتوا بتحبوا، الاتنين حلوين. دلوقتي انا ضفت حوالي 5 ملاعق من صلصة الطماطم اللي انا عاملاها معاكم قبل كده. لو انتوا حابين تضيفوا طماطم هتقطعوا حوالي 4 حبات من الطماطم قطع صغيرة. وبعدين هستنى لما تتسبك وهضيف ليها شوية مية. انا عايزة الحشوة دي يكون فيها نسبة مية ما تبقاش ناشفة يعني. المهم بقلبها كويس كده وبعدين بغطي عليها وهسيبها يعني حوالي 3 دقايق بس مش اكتر من كده. وبعدين خلاص كده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. تعالوا نرجع للبطاطس. البطاطس بصوا زي ما قلت لكم اوعوا تخلوها تستوي سوى كامل، لازم نسويها 3/4 تسوية عشان هي لسه برضو هتكمل تسوية معانا. صفيتها كويس من الميه وجبت صينيه، الصينيه دي البايركس اللي هو المقاس الوسط في طقم الصواني، ممكن تستخدموا اي حاجه طبعا مش ضروري البايركس. حطيت نص كميه البطاطس تحت كده من غير ما دهنت الصينيه ولا اي حاجه، وبعدين نزلت بخلط الخلطه الجميله دي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي اللي هي الحشوه، وبعدين رتبتها. وبعدين ضفت الطبقة التانية من البطاطس من فوق، يعني نص البطاطس تحت والنص التاني هيكون عندنا كده من فوق. رصوها كويس كده ورتبوها من فوق عشان تبقى كلها يعني سوى كامل. انا حاولت اسويها بظهر الملعقة كده عشان مبقاش فيه حتة طالعة وحتة نازلة. وبعدين هنركن الصينية على جنب وهنعمل التشريبة. جبت كوباية حليب وضفت عليها بيضة واحدة، وهنضيف شوية ملح وفلفل وكمان ملعقة زيت وشوية بابريكا عشان نظبط الطعم. قلبتهم كويس جدا كده مع بعض لغاية ما البيضة خلاص اندمجت كويس كده مع باقي الحاجات. وبعدين جبت الصينية وحطيت فيها التشريبة الجميلة دي، وبعدين ابتديت اعمل اماكن كده بالشوكة علشان ايه التشريبة تنزل تحت وفي الجناب وفي كل حتة. انا عايزاها يعني متبقاش على الوش وبس. وخلاص كده ممكن نكتفي بالصينية بالشكل ده وندخلها الفرن، لكن انا حبيت اضيف شوية جبنة من فوق كده يعني بتدي طعم وكمان بتدي لون كده وشكل جميل من فوق. لكن لو مش عندكم جبنة مفيش اي مشكلة، مش ضروري تضيفوا اي حاجة من فوق. خلاص كده انا ضفت الجبنة وهدخلها على اعلى درجة في الفرن في الرف الوسطاني يعني على درجة حرارة 200، هسيبها نص ساعة. تعالوا في الوقت ده نعمل الرز. انا برضو مكست سمنه مع زيت، ولما سخنت جدا كنت غسله 2 كوباية رز وبعدين ضفت ملح. الملح في البدايه كده بيخلي الرز يعني ياخد لون بسرعه. بفضل اقلب في الرز لغايه ما يبقى لونه كده يعني حبه وحبه لونه ذهبي خفيف، وبعدين بوطي النار علشان لما اضيف الميه ما تطلعش الدهون دي كلها على المطبخ كده وتبوظ الدنيا. ضفت 3 كوبايات ونص من الميه المغليه لكوبايتين الرز.
والكمية دي كانت كويسة جدا على فكرة. سبت الرز يستوي على نار هادية جدا علشان يبقى مفلفل كده وجميل، لازم نسويه على نار هادية. وبعدين لما شرب المية طفيت عليه النار وسبته متغطي علشان يكمل التسوية بتاعته على البخار، وطلع معايا بالشكل الجميل اللي قدامكم ده، مفلفل وجميل وريحته رائعة. خلاص بعد نص ساعة انا طفيت الفرن والصينية كانت بالشكل ده، بس انا عايزه اقول لكم هو مر عليها كده نص ساعه بعد ما شلتها من الفرن لان الكهرباء فصلت عندي، فانا استنيت نص ساعه وكملت معاكم التصوير دلوقتي علشان كده هي متماسكه شويه، بس هي الجبنه كانت سايحه شويتين يعني لما طلعت من الفرن. المهم لو انتوا عايزين الجبنه تكون سايحه خالص كده وبتعمل خيوط يعني زي ما انتوا عارفين كده، ممكن نحط الصينيه دي في الفرن وبعد النص ساعه ممكن نضيف عليها الجبنه من فوق ونولع الشوايه، بس انا مش بحب الكذا مرحله دول، بحب احط الجبنه من البدايه علشان برضو يعني البطاطس مع باقي الحاجات اللي في الصينيه دي كلها تتشرب برضو من طعم الجبنه، انتوا فاهميني. كمان بحب ان الجبنة تستوي من البداية مع الصينية برضو علشان هي بتاخد لون بالشكل ده من غير ما بولع الشواية، يعني انا في الصينية دي مولعتش الشواية، اخدت من حرارة الفرن وبقت باللون ده. بعدين انا قطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده وكان شكلها جميل جدا جدا، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت حرفيا. ريحه البطاطس مع الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي فعلا رائعه جدا جدا. الناس اللي بيحبوا اللحمه المفرومه ممكن تبدلوا صدور الفراخ باللحمه المفرومه، وبرده لو هتسالوني عن رايي الاثنين رائعين، يعني اوعوا تحتاروا سواء عملته بالفراخ او عملته باللحمه المفرومه، صدقوني طعمها في منتهى الروعه والجمال. بص بقى شكلها من جوه وشكلها من فوق، وانا عماله اعمل لكم سيشن ليها من كل حته علشان بجد بجد الصينيه دي يعني بتدخل القلب بجد يعني قبل المعده. بص شكلها جميل ازاي، ممكن ناكلها مع الرز او ناكلها بالعيش من غير رز، يعني في كل الاحوال هي ممتازه، جربوها على ضمانتي. لو وصلت لغايه هنا انا عايزه اشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميله، سيبولي بقى رايكم في الكومنتات عشان بحب دايما اعرف رايكم في اي وصفه بعملها، وبكره باذن الله نتقابل تاني مع وصفه جديده، بحبكم جدا جدا.